وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا أخانا الشيخ محمد نورين على ما ذكرنا به من هذه الصفات الأربع ومن غيرها من الصفات الحميدة التي ينبغي على المسلم وعلى المؤمن أن يتصف بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وحسنه من رواية معاذ بن جبل وأبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء السابع أن حسن الخلق يكون بثلاثة أمور: حسن الخلق بذل الندى، أن يكون العبد كريما، وكف الأذى، أن يكف أذاه عن الناس، أذى اللسان وأذى الفعل، أذى اليد، وطلاقة الوجه، أن يلقى الناس بوجه طلق أو طليق فيتبسم في وجوه الناس، وهكذا يكون حسن الخلق. ومما ركز عليه في كلماته مسألة الأمانة، وخاصة أمانة الدين. وقد قال الله تعالى في أواخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وفي هذه الآيات كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره قسم الله تعالى الناس في الأمانة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين قاموا بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، والقسم الثاني هم الذين ضيعوا الأمانة ظاهرا وباطنا وهم المشركون، والقسم الثالث هم الذين ضيعوا الأمانة باطنا وقاموا بها ظاهرا وهم المنافقون. ولا شك أن الذي ينجو هو الذي يقوم بالأمانة ظاهرا وباطنا، وأن المنافقين والمشركين ممن يعذبهم الله تعالى، كما في قوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وأنا ماذا نقدم مقدمات كثيرة جدا، لأن الموضوع ده واضح، ولأنه ما في زمن، قيامة دي قربت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. موضوع ده واضح، وده أعظم موضوع، كونوا زول استأمنوا عليه مال ورجعوا ده في خير،
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. استأمنوه على عرض ورجعوا زي ما هو، ده خير. استأمنوا على عربات، على بيوت، على غيره ورجع زي ما هي، ده في خير. لكن إذا ضيع الأمانة العظمى وهي أمانة الدين فلا فائدة من هذه الأمور. لأنه كثير من الناس يقول لك والله ركب معانا واحد صوفي في الحافلة، الله عنده أخلاق عجيبة، الله يزول له كريم كرم، يقول لك دفع عليه، ودفع عليك وسرق القروش، سرق الدين، مش القروش، سرق الدين. ما في صوفي فيه خير، عشان ما تخش نفسك كثير. زول مما بقى صوفي معناه خدت الخير وخدش في باب الشر طوالي. لأنه هم في طريقين، هديناه النجدين، النجدين ده طريق الخير وده طريق الشر، والتصوف طريق الشر. وأسي في ناس كتار برا بيزعلوا من كلامه، يقول لك انتوا ما لكم كلام كن ده حار كده، ما هو الكلام الحار سمح، حسين جابوا لك فول من الثلاجة وفول من القدرة، خير لك يا تو، خير لك بتاع الثلاجة ولا بتاع القدرة؟ وانت بتكب له شطة، يعني انا عايزين اديك كلام ما في شطة ذاته، تقول لي انا حار؟ ما في اي حرارة. الناس ديل ضيعوا الدين، صوفية ديل جوزوا الحلف بغير الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، في سنن الترمذي حسن الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وحاد فلان وحاد فلان ده شرك بالله سبحانه وتعالى. جوزوا الحجبات، لبسوا الشفة حجبات، مرة عقل ما عندها، أي مرة صوفية ما عندها عقل، معليش كلامنا ده سخن لكن تتحملوا، أي مرة صوفية ما عندها عقل. ليه ما عندها عقل؟ لأنه الله حفظ لك طفلك في بطنك 9 شهور، 9 شهور الطفل ده في بطن أمه الحافظ منه، حافظه الله سبحانه وتعالى. امرك برا بطن أمه، مرك برا، تلبسه كمون تقول ده بيحفظه؟ طيب جوا البطن كان حافظه منه؟ ده نعرف الحافظه منه، البدي الأكل جوا منه، البنعم عليه منه جوا بطن أمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. التنسيت ما كنت جنين، انت ما كنت نطفة، ما كنت ضعيف مسكين، شكد الله سبحانه وتعالى من على المسلمين وعلى المؤمنين وعلى الناس أجمعين. قال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أنت الأغناك منو؟ الأنعم عليك منو؟ شكر رب العزة والجلال قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا بل لا تكرمون اليتيم. والله سبحانه وتعالى قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يعني يرجع لله ويدعوه دعاء المنيب. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ولذلك يا جماعة
الإنسان يوحد الله سبحانه وتعالى. دي مشكلتنا مع الصوفية، نحن مع السودانيين والسودانيين يعني مشكلتنا معهم ما في بلد ولا في أكل ولا في شراب ولا في أرض ولا زول ساي ماشي في الشارع من يتكلم فيه، لكن مشكلتنا معهم شالوا حق الله سبحانه وتعالى. وأي زول يشيل حق الله يتعاديه اقتذف الأنبياء. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني ذي الناس ذاته كانوا يعني الناس في بلد يعني، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ودي مشكلتنا معاهم، ما يقول لك ريالات، ما في ريالات، والله الذي لا إله غيره أنا ميم، الله خلقني لي أسي، ما حصل ملكت 10 ريال، ريال بتاع شنو؟ ولك ريالات، أنت يا صوفي ما بتشتغل، تمشي تشتغل في السعودية بدوك شنو؟ بدوك جنيه هناك؟ تمشي تلقطها وتجي تنبذنا هنا، وهناك تقعد محترم، تقدر تدوك دوم نوبة هناك، تسوي إزعاج؟ ناس غريبين جدا يا أخي، ناس نسأل الله العافية، ما في مشكلة في ريال، ما يقول لك ديل بديهم قروش من برا، بديهم قروش من برا، وأنت بتجيك من جوا؟ ما في قروش، قروش بيجيبها منو ذاته؟ هوس، والله الذي لا إله غيره. لكن الإنسان عقيدته تبقى في الله صحيحة. خلينا احنا انت ابقى زول دغري وزول مستقيم، دار تلاقي الله بالنجيضة، اوعك تلاقي بشيوخ جاي ماشي يوم القيامة وعقيدتك في مكاشفي في كباشي في صايم ديمة في برعي، والله تتنجم بعدين. ونصحناك، كلامنا ده مر حار جدا، لكن نصحناك. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه، دار تلاقي الله بالنجيضة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، نادون فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. في مهلك بعدين قالوا برجاك تعبان ساي، تلقط له في العتان وفي الخرفان، والمرة شايلة لا مديدة موديها للفكيه، شايلة لا حلبة موديها، ده ماله بدو حلبة ماله ذاته، وشايل له ايه وزبادي. واحد قال لي زمان، الحاجة قال لي لبن بتاع غنم نحلب جردل، قال وجمادة فوق وحاجة طعمة، يشيلوه يودوا للفكيه، ده بيشرب جردل، ده باقي لك ذاته، خدتين له جردل، ده ما تزيح منه بعيد، تقيف معاه وانت ده. وبعد ده هو يجيبوا له في الجرادل، وخايفين منه يرجفوا بيعملوا بسوي وإلى آخره. شيخ يا أخي تلقاه راقد، يجوا يخطوا له القروش عند تحت المخدة، خدتها تحت المخدة، انت مالك انت؟ خدت لك تحت المخدة ليه انت؟ جبت لك جرى؟ خدت لك تحت المخدة ليه؟ باركوا لك انت؟ والله ما يقوموا يشتغلوا يا اخي، انبياء ديل يا اخي، الرسول اشتغل راعي صلى الله عليه وسلم، رعى الغنم، يحيى عليه السلام، زكريا عليه السلام، داوود عليه السلام اشتغلوا، اشتغل حدادة، زكريا داوود عليه السلام، نوح عليه السلام سوى سفينة نجارة، سوى سفينة من خشب، شغال شنو انت؟ قاعد جار له سبحة ور 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 ور، ودخان قايم ودخان قاعد، والله يتلموا فيه زاوين. تجي ابويا الشيخ عتوتي راح، وده يجيبوا لك كيف، وابويا الشيخ ذهبي راح، وخدتوا له قروش عشان يجيب الرايحة. الدعاء ده بقروش؟ انت بتدعو الله بقروش؟ الباقين اللي بيسألوا الله ديل بيدوا قروش؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف الناس ديل عليك الله مجار، ما كيف ارفع يدي لي الله ويدوا قروش،
نحن بنرفعهم مجاني ساي. ولذلك ناس مجاروا وألفوا قصائد، كتبوا كتب كلام فارغ. كذا الكتاب ده بتاع البرعي ده دفيو، بس انا بديك 4 صفحات بس جيب بتاع البرعي ده، شوف البلاوي اللي فيه دي. وده كتابه، او عصوف يجي يكورك من برا. انا الايام دي عكرانين والبلد دي جايطة، والله انا عكرة معاك طوالي. صفحة 40 ل 44، وده بيرغم يداعه هذا. اوعك بعدين تكورك ساي. ودي صورة البرعي عمك يا وزاته، ولك تتكلموا في الناس ساي. ما كتبوا كتاب. في زول مشى ساي في الشارع تكلمنا فيه، نحن لو سكران جاب الشارع ما بنتكلم فيه، لانه سكر وده لنفسه. لكن السكران ده لو دقص كتب له كتاب قال امشوا اذكره، قال هذا موضوعنا معاه. بعد هسي ده لو براه وقعد تحت السرير اتغطى بالملاية ونادى الشيخ تحت السرير يا المكاشف براه، بنخش له جوا نعلمه جوا هناك. لكن مرق برا والف الكتاب ده. انت بدل تشرط الكتاب وتزعل لله سبحانه وتعالى، اكتبوا الكتاب واطبعوه وانشروه، وانشروا الشرك والبلاوي، وانت تسكت ونحن نتكلم تعادينا. انت في خير؟ ما فيك اي خير. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. والله دي خصومة، نحن على يقين تم انه بنقف قدام الله والناس اللي بيقفوا معانا بنخاصمهم قدام هناك. يا الله ده البرعي عبدك ده نادى العباد ينادوا عبادك، نخاصمه كده قدام. انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم شنو تختصمون. انت بعدين اقف في صف البرعي، اقف في غادي وقول له يا الله نحن نازل عاديناهم لانه قالوا ينادوك براك، نحن ما دارين ينادوك براك، عادينا بعدين. صفحة 40 ل 44، انا بس بديك 4 كرامات وعشان تان اي زول يقول لك بيتكلموا في الناس ديل دي كتب. ده البرعي هذه صورته، ده المكاشف هذا مكاشف، ده عينه دي مطفية دي، ايوه ده براقي، ده عينه عديل كده. ووعدت تقول لي عينه ماله، الرسول قال الدجال عينه. بعدين ديل دراويش، هذيل قاعدين يضحكوا هذيل، وديل دراويش دارين يبكوا كلهم، اضحك وابكى كله. وده حجاب على اللي صغير جدعوا برا، وصلته الكهرباء جدعوا، شكرا له برضه تاب لله سبحانه وتعالى. ان شاء الله وده ورق يا ابو وسطك اخذ تحت الكاميرا. ابو امنه دي ماشيه تمام، العيش بيرقد تب، ابشروا ان شاء الله. والله الذي لا اله غيره، شفت توحيد انتشر، عيش بيرقد، بنزين بيرقد، امورك بتتجيا. الان والله قال كذا في القران، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وديل يا هو سبب الغلا، ما مصدقنا شرك ده سبب الغلا. هسه انا بقراين لك سبب الغلا، ما قريت في القران؟ الزول اللي كان عنده بستانين في القران، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما شنو؟ جنتين، ما بستانين يعني. الزول ده لما جنتيه وديل اتهلكا عمل شنو؟ اصبح يقلب كفيه. الله جاب لك عديل كان، زول ده طقطق عديل، اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني. السبب شنو؟ انت قال يا ليتني فتحت لها الموية، انت قال مشكلتها موية، بستان ده مشكلته شنو؟ يا ليتني لم اشرك بربي احد. ده يا هو شفت سبب الغلا الشرك ده. لو بلدنا دي كل يوم قبة جديدة بانينا، يا عزابة ما لاقين يتزوجوا يتلموا، قاعدين يبكوا في الشوارع عزابة، لهيب الشوق ورحل الغمام وجواي نغم اوك شايل الجراح، يبكوا وناس ماتوا يبنوا لهم، عزابة ما لاقين يتزوجوا يبنوا للاموات. معقولة يا اخي؟ طيب صفحة 40 قال دبر القوم، قال يحضر مريده، ده الشيخ يحضر مريده في النزع والكبير
يعني الشيخ بيجي لمريده في النزع، النزع نمتن لحظة الموت، الشيخ بيجيك لحظة الموت، والجبير في القبر الشيخ برضو بيجيك للحجة يلجن بأحسن التعبير. قال الشيخ في القبر بلجنك بأحسن التعبير، أماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. طيب قال وليه يؤانس في الوحدة والشبير، الشيخ بيأنسك وين؟ في الوحدة والشبير، ده ما كذب. ولقد جئتمونا فرادا، فرادا دي كيف؟ فرادا براك تمشي لي الله، وعك تتورط تمسك لك في شيخ بفرتك منك بعدين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إتا عزل من الخمسة دير، إتا عزل من أخوه، إتا عزل الفقي من أمه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وزول يوم القيامة كرعة ما بتشيله، هو من الخوف يوم القيامة زول كرعة ما بتشيله. الله جاب الكلام بالقرآن، قال وترى كل أمة جاثية، رب اقعوا على الركب من الخوف، تقول لي يحاجج عنك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا. نصدق القرآن ولا نصدق ذيل؟ طيب مشى قدام، قال في كرامة للفقيه، الكرامة دي شنو؟ قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، قال الشيخ في مصر من نفر بقى أربعين، وده ما شرحنا نحن، كتب عليه رقم عشرة في صفحة 41، تعال شوف رقم عشرة هنا في الفهرس جايب الكرامة. طيب قال جاء في الأزاهير أن رجلا من أهل بلاد الريف يقال له علي الصعيدي، ده زول اسمه علي الصعيدي، قال لما دخل سيدي الشيخ أحمد الطيب البشير قال رضي الله عنه بلادنا في مصر، في مصر وافق دخوله شهر رمضان، دخل فيه شهر رمضان، قال فطلبه في يوم واحد نحو أربعين رجلا من تلامذته للإفطار عندهم، وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر. يعني الشيخ مشى مصر، مصر ودخل في شهر رمضان، وفي يوم واحد قريب أربعين، قال نحو أربعين من تلامذته، أي واحد بيقول للشيخ الليلة تفطر معاي، الليلة دي تفطر معاي، وده بلاقيه في زقاق، ده بلاقيه في شارع تاني، ما في واحد فيهم عارف إنه دعا الشيخ. يبقى دعوكم نحو أربعين، مش مفروض يعتذر لتسعة وثلاثين ويمشي لواحد؟ قال لهم جد بجيكم في يوم واحد، وكان وزعهم في كم يوم ذاته رمضان، كم يوم؟ مش ثلاثين وندول أربعين، قال لهم بجيكم جد الليلة دي. شوف الزول ده جاسف كيف. قال وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر. فلما غربت شمس ذلك اليوم وآن وقت الإفطار، جاء وقت الإفطار، تطور الشيخ على عدد تلامذته، الشيخ تطور من واحد لكم؟ أربعين. قال تطور الشيخ على عدد تلامذته المذكورين وحضر عند كل واحد منهم، عشان كده قال لك في مصر تجزأ للأربعين أحد، من فكي واحد ابتلى واحد بيقوا أربعين ابتلى، والله الذي لا إله غيره. سيدي حلوها كيف؟ تبتتطور، وصحابة يوم بدر
ما تطوروا. صحابة يوم بدر 300 بغادي 1000 ما تطوروا بيقوا من 300 ضربها في 40. والله الذي لا إله غيره. أنت تتطور قدام ناس برا يقول لك بتتكلموا فيهم ليه؟ بيلخبطوا في الدين ليه؟ نحن ما يبتلى الله ابتلاهم بينه وابتلاهم وابتلانا بهم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نتداوس كذي لما نموت سوا بعدين نشوف الحاصل قدام. إن أنا على يقين انه ده الدرب الحق توحد الله سبحانه وتعالى. قال الكرامة البعدة وليذكر اسمه عند القبر يسعد. اللي بيذكر اسم الشيخ عند القبر يسعد. شرحها براو ده البيت رقم 12 داق 10 بعد 11 بعد 12. قال شنو؟ قال جاء في الأزاهير أن من كلامه رضي الله عنه ده الشيخ أحمد الطيب البشير. قال جاء في الأزاهير أن من كلامه رضي الله عنه من قال عند حفره لقبر ميت. حفرت لك قبر ميت هتقول شنو؟ هذا قبر أحمد الطيب فلا يعذب ولو لم يكن من أهل الطاعات. يعني تحفر في قبر تغش الملكين، ملكين تغشهم قول لهم ده قبر أحمد الطيب البشير لا يعذب. قال لك الزول الجويد في نودة لا يعذب ولو لم يكن من أهل الطاعات. شوفوا النجر ده كيف، والله الصوفية ده مشت فيهم شرائح كثيرة. نصدقوا حاجات زي دي، الدول شرائح كثيرة مشت فيهم وماسكيننا بس شغالين ينقزوا ما عليه حاجات زي دي. أبوي الشيخ بلاقيه قدام والحمالة عليه وهوك وإلى آخره، تمشي هناك يلقى الشيخ وينو الشيخ؟ ما في. وين النوبة؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. لا والشغل القديم الزمان ده ناف براق بس. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. عشان كده الصوفي ما عنده عقل، بدل انه تلقاه يحفظ القرآن وما فهمه تلقاه يقدموه في الصلاة صوته جميل تلقاه ويقرأ لك بتجويد مرات. وإن يمسسك الله بضر يجيب لك شفت بالإدغام والإخفاء والإقلاب والغنة وأحكام الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين ومد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى والمد العارض للسكون وأكبر عارض في البلد وكله يجيبه لك، كله يجيبه لك. مش قراء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وتلقى معلق حجاب وبصلي. والقريتة دي شنو؟ القريتة دي مع حجابك دي كيف؟ القريتة ده مع حجابك ده كيف؟ تلقاه يقرأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. خلفاء الأرض ويمرق برا يا عتر يا المكاشفة الحقنا. والآية القريتة دي شنو؟ انت فاهم شازي؟ وتلقاه يقرأ في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله. ويمرق برا يمشي للفك يشوف ليه رايحة وين وانت بتعلم الغيب. والقريتة دي شو؟ ندار على القريتة دي شو؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا شنو؟ عبادي. دل عباد الله تخدتهم مع الله أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. طيب برضو كرامة تاني
قال ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد، مش قال لك بقلب العتود حجر هسي هنا جاب لك شغل جديد بيت قلب ولد. والله دي الكرامة رقم البيت رقم 16 هذا، ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد، أنا الكرامة دي رقم 16. قال أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهير يا عبد المحمود نور الدايم زاهير الرياض، إلا أنه نسبها إلى الشيخ يعقوب ابن أحمد الصليحابي تلميذ الشيخ أحمد الطيب، حيث قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ وله 6 بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر. التلميذ جاء للشيخ قال له أبو الشيخ أنا عندي بنات 6 ودار لي ولد ذكرا، بنات ترى عندي 6 أنا دار لي ولدا ذكرا. أيوة بدل يسأل لي الله يا الله اديه جنى ذكر ذكرا، شوف عمل شنو. قال فشكى له يوما، وانت بتشكو للشيخ ولا تشكو يا الله؟ الشكوى دي للشيخ ولا يا الله؟ قال انما اشكو بثي وحزني لمنه الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى منه الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. طيب قال فشكى له يوما عدم الولد الذكر، فامره ان يحضر عنده بعد صلاه الصبح من يوم الجمعه واحده من بناته. قال لي جيب لك واحده من البنات ديل 6 ما دار يقلبها له ولد، البت من انثى دار يقلبها ذكر ذكرا. قلب زاي قلب زايته مصنعته قلبها كيف انت، ودي لو مخطوبه خطيبه ده يقبل وين؟ نعرف يعني، بس يقعد يبكي اقول يا اخي لا خليته خطيب لا خليته بيت لا خليته ولد، كلام ده عيب. قال فاحضر من اختارها منهن، عمك ذاته عاين كذي اختار له واحده من البنات ما معروف دي بتنوم ما بتغش عليم ربا غايته اختار له واحده فين، فاحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، جاب ليوم الجمعه بالصباح بعد الصبح. قال فمر يده عليها، ابوك الشيخ مر يده على شنو؟ على البيت، بس يده دي مرة على البيت من بيت قلبه ولد، ما تعرفه ده يد ولا ذاته ده شنو اصله دي يد ولا دي شنو ذاته. قال فمر يده عليها تاليا قوله تعالى، جاب الايه في غير موضعها، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، دي في تفسير ابن كثير، يمحو الله ما يشاء ويثبت صحف الملائكه، في صحف الملائكه وعنده ام الكتاب ده اللوح شنو المحفوظ. قال فقلبت ذكرا من حينها، البيت اتقلبت شنو ولد، وقد عاش ذلك الولد نحو من 55 عاما، اتقلب ولد وعاش 55 عام، وخلف بعده ولدا يدعى أبي ورق، يدعى أبا ورق المهم. وهذه الكرامة مشهورة في بلاده أوضح من نار على علم، النار على العلم الجبل بالليل وظاهرة، لقى الكرامة دي ظاهرة كرامة بتاعت قلب ظاهرة تب. ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها هنا. قال لك ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد، انت بتصدق كلام زي ده؟ لو بتصدق انت صوفي، ما هذا ده مع شيخهم قبر القوم، ولو ما بتصدقوا انت اختلفت معهم، يبقى ما تقول انا صوفي، لان الله سبحانه وتعالى قال في القران فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل شنو لخلق الله،
لا تبديل لخلق الله. الله لو خلق لك يدك دي في نصك ما بزول بيقدر يمرقها يجيبها بيها. لا تبديل لخلق الله. لا وسي يا اخي بلاوي الكرامه اللي بعدها صفحه 43 دي كراماته، كرامات كلها معولقه كلها مكعوجه، وده دين بيقولوا ونحن بنردمهم كذي لانه كلام باطل كلام سافل. لو جبت زول بيغلط غلطه من عامه الاخطاء وكذا طايبون ادي الكلام السمح وما نشيد عليه وكذا 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 لانه اي زول بيغلط. لكن تكتب لك كتاب زي ده يعتقدوا في الشيخ عقائد زي دي يا اخي دي كمان كرامه. البيت رقم 27 ل 28 اول الترغيم بتاعه 27 و 28 من 26 27 28 قال فيه شنو؟ قال الحاج تتا الفلاتي دي كرامة برضو أسمع. والحاج تتا الفلاتي كان رحمه الله جليلا في عالم الأسرار. دي وهم بجيبوها الصوفية، ما في الدين حاجة اسمها سر، لأنه سر السر ده مش بين اثنين أو ثلاثة، أنت العارف ده في الدين ده العارف ده لو كان من الدين أبو بكر عارفه ولا ما عارفه؟ لو قلت أبو بكر عارفه أيوة، عمر عارفه ولا ما عارفه؟ عثمان علي رضي الله عنهم جميعا الصحابة عارفين اللي أنت عارفه ولا أنت أعلم منهم؟ لو قال لك الصحابة عارفين يبقى ما سر، لأنه الصحابة كتار ولا ما كتار؟ كتار معناه انتشر. ولو قال لك الصحابة ما عارفين وهو عارف يبقى ده من الدين؟ شي الصحابة جت ما عارفين، والرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده عند الفقيه يبقى ده سر في الدين؟ معقولة؟ وين سر؟ ما في سر في الدين. قال ابن حزم من قال إن في الإسلام ظاهرا وباطنا فقد كفر، لقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. تالي ما في سرار في الدين، ولكن بخوفك انت في سر، ونحن عندنا سر ترقوا بسر السر أو بجمع الجمع والصحو والبقاء إلى المحو والكنز الخفي وما حوى إلى سر جمع الجمع والصحو والبقاء به شاهدوا ربا على عرش استوى. برأي قال كذا، قال ترقوا بسر السر والطمس والعمى. مرة صوفي ناظرته كنا طلاب في الجامعة، بعدين بيجي أيام الامتحانات بس يسوي غلبة أيام الامتحانات زي الضفادع أيام الخريف بس بيظهر في وقت معين. الزول جاء وأكبر مننا يمكن بسبع سنوات ولا عشر سنوات، جاء ونحن طلاب وتخرج، قالت ما عارفوا جاسفه كيف قالت تتخرج. بعد ذاك جاء لخبط لخبط قمت عليه، بعد رديت عليه وجاب لي كلام عن شيخ الاسلام ابن تيميه، رديت عليه الكلام الذكر. بعد ذاك قلت له طيب انت جبت كلام شيوخنا شيوخنا انت جبته وريناك الكلام ده معناه شنو والصحيح فيه شنو؟ طيب انا دار اذكر لك ابيات لشيوخك اشرح علي للناس ذيل. قمت ذكرت لي البيتين ذيل، ترقوا بسر السر. قلت له ما هو السر وما هو سر السر؟ طبعا لو عارفه بقى ما سر، صح ولا ما صح؟ ولو ما عارفه يبقى هو كلام شيوخه ما فاهمه، يقول دافع ساي تعبان ساي. ترقوا بسر السر والطمس والعمى. قلت له ما هو الطمس وما هو العمى؟ ترقوا بسر السر والطمس والعمى إلى المحو والكنز الخفي وما حوى إلى سر جمع الجمع والصحو والبقى به شاهدوا ربا على عرش استوى. قلت له اشرح الكلام، بيقى يلف ويدور في النهاية تخارج بيقى مارك والله خير لذاته انسحب. طيب
قال هو الحاج تتا الفلاتي كان رحمه الله جليلا في عالم الأسرار، ومن كراماته ما أخبر به عبد المحمود ابن أحمد الشنبلي عن أحمد ولد مدني الجعلي قال، شوف الكرامة دي كلام فارغ بيقولوا الصوفية ده، وأنا استغرب صوفي يكون دكتور في الجامعة، واستغرب صوفي يكون طالب في جامعة، واستغرب صوفي يكون شكله ظريف وزول مثقف، والله ثقافة الدنيا زي ده صوفية دي شغلة بتاعت فارغة يا أخي، زول اقلع عقله، شفت عقله ده يشيله برا اضبله بطبلة، والمفتاح والنسختين اللي زبيري يدعم في كوشة انت نبقى صوفي، لكن كذا عقله معه ما بتستقيم مع الصوفية الشغل. قال كنت ممن صحب الشيخ تتا زمانا، ده أحمد ولد مدن، قال فرأيت منه كرامات شتى، منها دي من كرامات تتا برع جاب فيها بيات شعر عديل أنا أذكر لك بعد شوية إن شاء الله. من كراماته أن امرأة من نسائه طلبت منه يوما أن يشتري لها خادما تخدمها. المرأة قالت للشيخ شو جيب لي خادم تخدمني، أيوة خادما تخدمني. قال وألحد عليه في ذلك، لحد عليه، فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا. قال للمعاودة أحمد المدني الشيخ قال له جيب لك ثوب جيب لك فاس، أمرني أن أحمل فأسا وثوبا، جيب لك فرار وجيب لك ثوب، ثوب زي الملاية، أيوة هسه علاقة الفرار بالخادم علاقة شو؟ انت مش السوق تجيب لك بيت تقول لا دستة الهدوم بكذا والقش بكذا، قد تشوف أمورك بداية تجيب لك فرار دار تقطع جنوته. قال وأن أمشي معه إلى شجر هناك، هناك دي ما ذكر طبعا، هناك دي قال فوقفت تحت شجرة وأمرني أن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان. قال له في الشجرة في الغابة المحل مشهور أقطع لك عود قدر الزول، قطع لك عود قليل قدر الزول نفس الطول، هناك قطعوا نزلوا تحت. قال فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساترا به وأن أتنحى عنه قليلا بحيث أكون قريبا منه. قال للعود اللي قطعته قدر الزول لا قلت في الوقت خدته جيب الثوب غطيه غطى العود، عود غطوه دي لاقته جتا غطى العود. قال لي الله زحك لي شوية إنه في شغلة عجيبة وجاية، قال لزح كده شوية اتنحى شوية، قام اتنحى أيوة. قال ثم أخذ سبحته، ده الكلام اللي بيعكر المزاج، يعني أخذ بدعته شال السبحة بتاعته أبوك الشيخ أيوة، وصار يذكر الله تعالى بهمة عالية والعود أمامه. شيخ سخن في الذكر، سخن يعني تناول السبحة بتاعته وبدأ، هم بيبدوها كده واحد مش بيقول لك للعدد، هي بدعة رسول ما عمل صلى الله عليه وسلم، دي بدعة والله. قال يوم أكملت لكم دينكم، من قال أكملت لكم دينكم ما في شنو سبحة، الدين ده اكتمل زي ده السلكوز ده كده يتملى، لما نجيب موبايل زي ده ورميه اللي بيحصل شنو مش بتكشح، الدين ده الله قال اكتمل، لما اكتمل ما كان في سبحة في الإسلام، جابوها جديدة بدعة، ما كان في نوبة، ما كان في قبة في الإسلام، كلها بدع وخرافات بتاعت الجماعة دي، ما في طرق، ما في قادرية، ما في صحابي واحد قادري، ما في صحابي واحد سماني، ما في صحابي واحد تجاني، ما في صحابي واحد حزبي، ما في صحابي واحد أخو مسلم مسلم عديله. انت ماشي تبقى أخو ليه؟ انت ما تبقى مسلم عديل. طيب قال ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله تعالى بهمة عالية والعود أمامه
ثم رفع صوته قائلا بخيت ثلاث مرات. بعد سخم في الذكر قام عاين للتوب والعود قام قال بخيت بخيت بخيت. لما قال ثلاثة حصل شنو؟ قال فرأيت ذلك العود تحرك. أول شيء العود قلبه بخيتة مسمى لا ضبح لا خروف لا أي شيء جاذب ما مسمى. أيوة قال فرأيت ذلك العود تحرك. العود ماله يتحرك. ثم صار أمة. العود بقى شنو؟ أمة اللي ما قبل دار لا خادم. العود بقى أمة يعني خادم. فأمرني أن أمسكها بيدي. قال الحوار مع هذا أمسك الأمة دي من يدك. والأمة أصلا شنو؟ عود غطوه قلبه من عود لمرة. وبعدين ساق أيوة. قال فأخذتها إلى أن أوصلتها إلى زوجتي فعاشت عندها زمانا ثم توفيت. البدي أبوه منه أمه منه ولدوه من شنو؟ من عود من شجر. دي نهاية التصوف تعتقد عقيدة زي دي. قام البرع يألف فيها أبيات تعرف البرع وضلاله. قال مصطفى عركينا مع ودعلي المكروم صفحة 43. مصطفى عركينا مع ودعلي المكروم أتت الفلات القلب العود مفهوم. رأيك جميل تفلقى أي زول برا كلامنا ده شايفه حار زعلان كلامنا ده مر عليه شديد اللي يشرح لنا الكلام ده اللي يغني عنه إنه بشر من عود. قال الله تعالى في سورة المؤمنون سورة المؤمنين أو المؤمنون كما في المصحف ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين واحد ده آدم عليه السلام ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ديل بنو آدم نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة من نطفة بقى دم متجلط يعلق في الرحم فخلقنا العلقة مضغة من دم بقى لحمة بقدر ما يمضغ فخلقنا المضغة عظاما من لحم بقى شنو؟ عظام. انت تخيل الشيء ده وتخيل ده قلبه من عود بشر طواري لا نطفة لا علقة لا مضغة لا أي شيء. فكسونا العظام لحما. شوف قوة الله سبحانه وتعالى. لحم عظام بعدها بقى شنو؟ لحم معه لحم وعصب وجلد بفوق. ثم أنشأناه خلقا آخر 9 شهور فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد ذاك يمرض الطفل ارضع ما زول بيقدر يتعامل معه إلا أمه ولا أبو ذاته ما بيفرزه عمه خاله ما بيفرزه بس شغال بس بيفهم شيء معين صاحي دار يشرب نام خلاص ده فهم الطفل كله ما عنده أي فهم لك ولا عنده معك شغل. يكبر شوية يبدأ يحبى ده الطفل بعد شوية يمشي بالسرير بعد شوية تلقى ركبه معوقة من التوقع صح ولا ما صح بعد شوية يبقى شاب يمشي ده من شجرة لا حبت لا مشي بالسرير قامت بلت طوالي برر بقت مارقة دي ده دين أخش أنا نحن من شجرة تقليب عود من عود تقليب بشر وسميتها بخيتة بخيتة علينا نحن تصدق كلامك ذا بخيتة وداك مسكة من يدها وداها مصر كان الشجر ده بيقلبوه بشر ما كان تقلب الشجر ده جد بشر وتوزعه في البلد دي يمسكوا أسلحة يقاتلوا الكفار والمجرمين جماعة ذلك كفار
شنو هذا كل لخبطة يا أخ؟ ده كتاب البراني، ودي الطبعة الثانية سنة 2003 بالتاريخ الميلادي، تاريخ المكويس لأنه حق الكفار. 2003 دي، والبرعي مات 2005، يعني الكتاب ده كان حي يرزق. شفت كيف؟ دي 2003، ودي سيرته، ودي صورته، وده كتابه، وما يقدروا ينكروه أبدا، ما يقدروا، عنده رقم إيداع، وعنده ناشر، مركز الأسباط للإنتاج الإعلامي والنشر، الخرطوم، جايبين التلفون 0123 سوداني كمان 123 55 152. هذا ما يقول لك الكتب دي حرفتوها وجازفتوها، ما في كلام زي يا كتب ذاته. كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثله، وإن عملت شرا علي حسابه. ده كمان كتاب النصرة العلمية، ده عجيب مرة واحدة. ده أنا بس بديك في وسي حاجات بسيطة. شوف ده حق ناز عبد المحمود نور الدايم، ده فيه شغل عجيب مرة واحدة كمان. حلف بغير الله جائز هنا، الشيخ يعلم الغيب قاعد هنا، الشيخ بيتطور هنا، تخش على الشيخ تلقاه شاب، تمرق تشرب لك كوز موية جارك الله من الكذان، وتجي خاشي تلقاه بيقى عمك كبير شيخ ذاته، تمشي تاني وتجي راجع تلقاه بيقى دابي. مكتوب قال يتطور أحيانا يصير صغيرا وشابا، وأحيانا كبيرا، وأحيانا يصير حنشا. الشيخ ذاته بتطور، كاتبة هنا دي تطور الأولياء. ومن الكرامات استشفاع الملائكة بصالحي الإنس. قال في ملك غلط في السماء فوق، نزل في حلقة الشيخ عبد الرحيم المغربي، وجاب الكرامة دي من الطبقات الكبرى بتاع الشعراني. قال نزل استشفع لله بالشيخ ده الملك، طلعوا الملك معاهم مجار مدين، وملك بيغلط يسبحون الليل والنهار، شنو لا يفترون، وما عنده وقت ذاته عشان يغلط فيه. طيب، وإحياء الموتى وبلاوي كثيرة في الكتاب. عاني هنا قال شنو؟ صفحة 358 دي كتب، عشان ما زول يزعل يقول لك تتكلموا في الناس دي اللي ألفوا كتب نشروا فيها الباطل ده، نرد عليهم. دي النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، دي حالة نصرة علمية، كان نصرة مجاسفة هي سايكل سواء كيف، دي حالة علمية ده. قال وذكر الإمام الشعراني صفحة 358 في ترجمة سيدي الشيخ إبراهيم المتبولي قدس الله سره أنه كان يسأل الفقراء القاطرين عن أحوالهم ويباسطهم، فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة. قال لي قاليه فقير من الفقراء، عبادته كثيرة لكن عرف درجته كيف ما معروف. قال لي درجته ناقصة، مع انه الزول عابد كثير. قال خصو في عبادته بدع، هو بيخلوا سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله واتوب اليه، سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، ده كله بخلوا الشغالين هو. وفي ذكر اسمه الطريقة الأنفاسية في الذكر، والله الذي لا إله غيره، تجر نفس تقول حاجة، تمرق نفس تقول حاجة. أقول يا أخي وجنو ده ذكر. أيوة، قال لما لقى الفقير ده عبادته كثيرة ودرجته ناقصة، أيوة، فقال له لعل والدك غير راض عنك، تعظين أبوك ما راضي منك، عشان كذي درجتك دين أقصى، ما إنه عبادتك كثيرة. فقال نعم، الفقير قال لا صح،
قال أتعرف قبره؟ بتعرف قبر أبوك وين؟ ما قلت بتعلم الغيب، ما تعرفه براقته، أنت بتسأله ليه؟ قلت ما عارف قبره وين، تقومه كيف؟ أنت ما عارف قبره وين؟ فقال نعم، فقال اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى. ومات، قال لا راح قبره يمكن يرضى. قال الشيخ يوسف الكردي: لقد رأيت والده خرج من القبر. وزول جوا القبر ده حي ولا ميت يا جماعة؟ ميت. لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه. ليه ما كفنوه؟ كفنوه زاي. قال حين ناداه الشيخ، الشيخ قال له قم، قام طوالي نفض التراب من رأسه. ها زول الحي بعد يدفنوه بيقدر يقوم؟ بس كان حي دفنوه بتقدر تقوم مع التراب والطوب ده الشغل ده كله؟ طيب قال لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ. فلما استوى قائما قال الشيخ، الشيخ قال لي والده شنو؟ الفقراء جاءوا شافعيين، الفقراء ذيل جو يشفعوا له لولدك ده ليه عندك انت، ليطيب خاطرك عن ولدك هذا، انت ما راضي منه، والفقراء ذيل جو يشفعوا لولدك ده عندك. ايوه. فقال اشهدكم اني قد رضيت عنه. بعد ما تقوموه توروه من القبر، توروه قوموه. قال اشهدكم اني قد رضيت عنه. فقال ارجع مكانك. قال له خلاص ارجع. قال فرجع. طوالي رجعتان هو الطوب ده صلحته كيف؟ قال وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. قال واعلم أن كرامات الأولياء على قسمين، حسية ومعنوية، فالحسية للعامة والمعنوية للخاصة. فالحسية كما ذكرنا نحو الطيران، بوك الشيخ بيطير بيبقى ماري، والطي والإحياء للأموات. الشيخ بيحيي شنو؟ الأموات، زي إبراهيم البتولي ده المتبولي إحياء الأموات، إحياء الأموات. قال تعالى في القرآن: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. قال تعالى في القرآن: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال تعالى في القرآن: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. في كلام واضح من ذا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. والله تحدى الناس، تقول لي بيحيي الموت الزور؟ الله سبحانه وتعالى تحدى الناس، قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بيقدر يرجعوه؟ قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، يعني من يرقيه، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال دي كرامات حسية عند الشيوخ، نحو الطيران والطي والإحياء للأموات والكلام على الخاطر، كلام في الخاطر بيجيبوا لك، والإخبار بالمغيبات. عشان كده المرة تمشي للشيخ، مرة ما فهم الدين، لو فهم الدين كان اعتقدت انه غير الله ما بيعلم الشيخ، ما بيعلم الغيب، كان اعتقدت انه غير الله ما بيعلم الغيب. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لذلك ما تخلي مرة تمشي ليه فقير ولا راجل
ولا شاب ولا صغير ولا كبير، ما بجوز في الشريعة. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال والمشي على الماء، بوك الشيخ بيمشي في الموية، والاحتجاب عن الأبصار، يعني يجي ماشي بي عندك ما بتشوفه ده الشيخ، وكان وقف في الصف عفصته كيف أقول يا أخي. وإجابة الدعوة في الحال، بيجيب الدعوة في الحال، تناديه ألحقنا وفزعنا، ما شفت ذلك؟ قالوا شنو يا بقصة ما بتتوصى، ما بتتوصى ويا سابق يا نحن لم نخاف من القصة وجاهزين بمويتنا، قصة ما في قصة بتاعتنا، ما بنخاف من أي زول ولا بنرجف من أي زول، عقيدتنا دي في الله سبحانه وتعالى، ما بيعمل أي شيء. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ودي دعوة التوحيد، تنادي الله براو، تستغيث بالله براو، تلجأ إلى الله وحده، تدعو براو، جاءك مرض تلجأ لله، جاءتك مصيبة تفر إلى الله سبحانه وتعالى، جاءك ملك الموت تقول لا إله إلا الله، تموت حزن خاتم. في القبر سألوك من ربك تقول الله، يوم القيامة تكون موحد، تمشي بتنجو طوالي، الله منجيك. رسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الكلام طويل جدا وكثير جدا، لكن المغرب جه من شغالة من العصر الله يتقبل، والكلام يطول، وإذا مد الله في الأجال تاني احنا بنكشف بس بالكتب دي وغير الكتب برضو من رأسنا نكشف، والكلام يطول. ناس خلي التصوف تبقى على التوحيد والسنة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.